سلام، فيديو جديد من فيديوهات رفرو فورت تشانل بيطلع عليكم لليوم. اليوم فكرتنا جديدة، اليوم رح نتعلم كيفية صناعة رقعة للعبة الشطرنج. لعبة الشطرنج اللي بيقولوا عنها لعبة الأذكياء أو لعبة الملوك. كل اللي بحاجة له لتنفيذ مشروعي أنا بحاجة لكرتونتين لونين مختلفين. أنا اخترت الأسود والأصفر. الكرتونة الأولى بتلاحظوا أصغر من الكرتونة السوداء الأخرى. الكرتونة الأخرى أنا بحاجة لمقص، بحاجة لقلم رصاص، لتلزيق ولا مسطرة. أول شي بدي أعمله، أنا قياس كرتونتي هون 30 ب 30، الكرتونة الصفراء. بدي أقسم كرتونتي إلى 8 أقسام، يعني 30 قسمي 8 بيطلع عندي الجواب 3.75. إذا على المسطرة عندي بعير 3.75 لا أوصل لنهاية الكرتونة. أكيد بخط واحد ما بقدر أعمل خط مستقيم، يمكن يطلع معي شوي مائل، فمن الأعلى كمان باخد على نفس الكرتونة ونفس الاتجاه كمان باخد 3.75، لأنه النقطتين بيعملوا لي خط مستقيم. أنا جهزت الكرتونة مسبقا، هيك صارت عندي الكرتونة، ونفس الشيء عندي الكرتونة السوداء. ونحن قلنا حيكون أزود قياسها بخمسة سنتيمتر لحتى تكون هي قاعدتي الأساسية للمشروع. الآن بدي أقص هيدول المستطيلات بشكل امشي على الخط اللي أنا رسمته. بسم الله الرحمن الرحيم. المستطيل الأول، المستطيل الثاني، أنا عم بمشي على الخط اللي أنا رسمته. هلأ في طريقة أسرع اللي هي استخدام الكتر، بس أكيد مشان صغار الحلوين ما يعوروا حالهم بنستعمل المقص. وأكيد كمان باستخدام المقص لازم ننتبه على أصابعنا. هاي عندي صار جاهز، الكرتونة الأولى صارت جاهزة، الأعمدة الصفراء صارت جاهزة عندي. الآن لحتى تطلع مستطيلاتي جالسة، هلا أنتم بتلاحظوا هون أنا عاملة خطوط طولية، بدي أعمل خطوط بالعرض، وعلى أساس المستطيلات اللي عندي رح ارسم خطوط بالعرض لتطلع عندي اللوحة بشكل مربعات متساوية. على اساسها انا عم خطط هاي. بلش يبين شكل الرقعة تقريبا عندي. ايضا بعد خط والخط الاخير.
لاحظتوا هون عندي المسافة الزايدة اللي أنا الآن ما حاستخدمها بالقص، يعني بوصل لهالنقطة هاي وصلت لهون، وقفت ما كملت للأعلى. كرر العملية لكل المستطيلات اللي عندي. اخر خطين صار لازم وصلنا نقصهم، وبنبدا بجمع الكرتون ببعضه. هيك صار عندي المستطيلات فلتاني من ميلي من جهة، والجهة الاخرى منا موصول. طيب الآن بدي أجمع مستطيلاتي بهالشكل هاي. أسود أصفر أسود أصفر، شو بعمل؟ الخط الأول بحط مرق الكرتوني من الأسفل، بينما الثاني من الأعلى، بمشي فيها ليطلع عندي زيجزاك، ليطلع عندي الشكل هاي، وبسحبها للأخير. يعني بلشت بدأت بالأسود أصفر، الجهة الأخرى إذا بتلاحظوا صارت عندي بهالشكل هيدا، اللي كان أسود فوق هو أصفر من الجهة الأخرى. طب الآن بدأت أنا باللون الأسود، هلأ العكس، رح أترك الأصفر بالأعلى ونزل بالقلم الثاني أو الأصبع العمود الثاني، حمرق الكرتوني بعكس القلم الأولاني أو العمود الأولاني. إذا صار عندي هون خطوط أسود أصفر أصفر أسود، صاروا بالعكس. القلم الثالث هون أسود أصفر، يعني الثالث لازم يكون اللون الأسود. إذا بمرق الأصفر من تحت الكرتون، القلم الثاني أصفر أسود أصفر أسود، بتصير هي مثل حياكة للكرتون لا هاي صارت عندي الى اخر على الكرتونه هاي. اذا اسود اصفر اسود، يعني الان اصفر، الاصفر بده يكون الاعلى اول القلم، وبرجع بمشي بعكس الخط اللي قبله، بكرر العمليه ليخلصوا 8 اعمدة الصفر اللي عندي، مشان ما اخذ لكم وقتكم. انا حنعمل هلا نموذج على السريع لفرجيكم كيف اخر شيء بنثبت الاطراف.
إلى آخر هلا أنا ما عم شدهم كتير لأنه تركي فراغات فيهم، بس نحن بدنا نرصهم كتير منيح لننتقل للقسم الأخير. كيف أثبت الأطراف؟ بنقطة الجلو، نقطة الجلو بثبت فقط الطرفين، يعني الطرف من الأعلى بثبت بالجلو بهالشكل هيدا، ومن الجهة الأخرى بثبت القلم الأصفر. لاحظتوا كيف؟ ما بحاجة أكيد ثبت كل المربعات، أنا فقط بحاجة لتثبيت الخط من أوله فقط، من نقطة البداية ونقطة النهاية ما أكثر. آخر شيء بحط جلو على الطرف هيدا، وبتني الكرتوني تاتي بهالشكل هيدا. هون ثبتت الطرف. بعد الانتهاء من التلزيق رح تطلع لوحتي هيك، رقعة الشطرنج 8 خطوط متعاكسة الألوان، أصفر أسود أصفر أسود، بالعكس أسود أصفر أسود أصفر. فيكن تعملوها باللونين اللي أنتو بتحبوهم، فيكن تختاروا الأسود والأحمر مثلا، أي لون بتحبوه فيكن تختاروه. إن شاء الله تكونوا استفدتوا، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو، بتمنى عليكم تجربوها هالرقعة لأنه عن جد الشغل فيها ممتع. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله، ما تنسوا اللايك والسبسكرايب إذا عم بيعجبوكم فيديوهاتنا. باي.